أنتم الآن على موعد مع رواية ورش مع الشيخ محمد حسن. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع، يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع، آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض مادع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء والمدققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد، إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، سنلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية الذكر الحكيم من سورة المائدة من الآية 42 إلى الآية 45 من نفس السورة. قبل أداء التلاوة عايز أؤكد، إحنا لما بنؤدي اتفقنا سويا، لما بنؤدي القراءة بالأوجه عندنا نوعين من الجمع. النوع الأول جمعا بالآية، والنوع الثاني جمعا بالوقف. يفرق؟ يفرق. هيفرق معايا في الآية 42، ركزوا كده معايا، ولو فاتحين مصاحفنا دققوا النظر معايا قوي. عندنا في قول الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك. ده جالنا مد بدل يا شيخ، تمام، يعني لنا القصر والتوسط والإشباع. انت عودتنا واحنا بنقرا الورش على طول نثلث البدل؟ لا، انا ما عودتكوش على كده. احنا اتفقنا مع بعض ان البدل هو العمده بتاعي في روايه ورش، هو الركن الاصيل اللي بستند عليه في الروايه بتاعتي. ليه؟ لان مد البدل هيتحكم معايا في الاوجه اللي انا هجيبها. ازاي؟ عايزين نفهم اكتر. انا مبتدئ، لو حد بيفتح التلفاز دلوقتي وبيتابعني عايز اقول الراجل ده بيقول ايه. عايز اكد واقول ان انا لو بقصر مد البدل وكان عندي في الايه اللي انا باديها او الصفحه اللي انا هاديها او الربع اللي انا هقراه وقرات بقصر البدل، معنى ذلك لو قبلك اللين المهموس تمده 4 بس. ولو انت حبيت تقرا بتوسط البدل، معنى ذلك ان انت برضو مالكش في اللين المهموز الا 4 فقط التوسط. ولو انت بتقرأ بوجه اشباع البدل 6 حركات وقبلك اللين المهموز، مطلوب منك انت مخير بين امرين:
إما أنك تمد اللين المهموز 4 أو تمد اللين المهموز 6 حركات. خلي بالك ده أوجه، ما ينفعش، هو ده بقى اسمه الخلط، ما ينفعش مع حاجة. الكلام ده مهم، القراءة سنة متبعة، التلقي ما ينفعش أركب أوجه ما تركبش. ما ينفعش بقصر اللين المهموز 6 غلط، ما يمشيش معاك في اللين المهموز 4. توسط البدل ما يمشيش من المهموز 4. إشباع البدل نصيب الأسد هو اللي يمشي معاك في اللين المهموز 4 و6. طب عايز توصل من كده لإيه؟ بص معايا دقق النظر في الآية 42 وزي زيك هصحف. لو أنت بصيت معايا، فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم. لو أنا راجل هقف عند كلمة عنهم، معنى كده جمعا بالوقف يعني بتقف عند أقرب علامة وقف، يعمل مع الموضوع كأنه آية، فبخلص البدلات لأني معيش حاجة مربوطة به. ثم تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. موقف آخر، آية أخرى، مقطع لوحده هخلص فيه اللين المهموز 4 و6. شفت بقى يفرق معاك الجمع بالوقف؟ طب لو أنت جمعت بالآية، ده أنا لو جمعناها إن أنا هركب كله مع بعضه، سماعون للكذب أكالون فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فضروك شيئا، يبقى أنت هتركب جاءوك مع شيئا، يبقى زي ما أنا قلت من شوية، دي اسمها فنيات الأداء. فنيات الأداء، لازم تحدد هدفك، هتجمع بالوقف ولا هتجمع بالآية. ده اللي أنا عايز أعمله حلقة النهاردة. عايز أسمع من الناس دي، يا شيخ أنا هقرأ بوجه القصر، هقرأ بوجه التوسط، هقرأ بوجه الإشباع، أو هقرأ بأوجه ثلاثة البدل. عايزين ننمي المصطلحات، عايز الحلقة بتاعتنا حلقة علمية، عايز فنيات، دي نمرة واحد. وعايز أسمع من الناس، أنا هجمع بالوقف هجمع بالآية. خلاص عايزين بقى نقرأ بعلم، بفهم، ده رمضان شهر القرآن، عايزين نقرأ بفهم بعلم، صح ولا لأ؟ الأمر الثالث، خطاب الكل مبتدئ ومبتدئة، وبقول لو أنت نفسك تتعلم ورش وأنت نفسك تتعلمي ورش، اتصل أو اتصلي وما تخافيش وما تخافش. أنا هنا قاعد مش تشريف، أنا قاعد تكليف، قاعدين نعلم الناس، أنا هنا خادم للناس، بعلم الناس القرآن. اتصل، وإحنا ما بنحرجش حد، إحنا عايزين نعلم الناس. أنا نفسي أعلم الناس كلها، نفسي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة إن رواية ورش تخش بيت كل مسلم ومسلمة في العالم الإسلامي، وأن يتم هذه الختمة المباركة على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، إنه ولي ذلك ومولاه. خلاص؟ طيب، يبقى إذن الآية 42 حبيت تدي التعليق ده عليها. عندنا في صفحة النهاردة، عشان لما أجي أقرأ طبعا ما بقاش في وقت للتعليق، بيخش الاتصالات. الآية 45، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف ولذنا. لا، مش ولذنا يا شيخ، ده نقل. أنا ما بتكلمش عن نقل، من عارف أنه نقل. الذال هتقرأ لورش بالسكون، وده فرش عندنا في صفحة النهاردة. احنا اتفقنا أن رواية ورش فيها أصول وفيها إيه؟ فيها فرش. الأصول القواعد اللي أنا عمال أشرح فيها دي، الفرش ان في كلمات خاصه الورش بينفرد بيها، فورش قراها بسكون الذال، ولذن بلذني، ولذن بلذني. شوف انا سكنت الذال عملت النقل، ده قاعده، ده اصول، والذال تسكنها فرش. ماشي الكلام؟ نقرا وان شاء الله ايه نتابع. طبعا انا بقول اهو هقرا بثلاثه البدل خلاص، وهجمع بالوقف. انا اول واحد هبدا، او انا بقول اهو هقرأ بثلاثة البدل خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم فإن جاءوك فاحكم
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ولحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم يبقى أنا
أول ما شراوة أكدت وقلت أنا هقرأ بثلاثة البدل جمعا بالإيه؟ طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. كيف حالك يا شيخكم؟ الحمد لله يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله، بخير لله الحمد. الله يكرمك يا محمد. نعم، أقرأ من بداية الورد؟ تفضل، هتقرأ بإيه يا محمد؟ أقرأ بثلاثة البدل إن شاء الله. طب جمعا بالوقف أم بالآية؟ بالآية إن شاء الله. تفضل يا محمد. إذن هتجمع بين جاءوك وشيئا. وشيئا، نعم. أحسنت يا محمد، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. بس يا محمد، نعم. أنت كده لما بدأت في الجمع ثلثت البدل على طول، صح؟ نعم. يبقى إذن هذا يا محمد جمعا بالوقف وليس بالآية. إذن بالآية نعم، سأجمع بالآية إن شاء الله. اجمع يا محمد. نعم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا محمد. معنا الأخت أم منة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم منة. إن شاء الله أجمع بالوقف. تفضلي. إن شاء الله. عيدي لي الآية تاني بتاعت سماعونا للكذب برضو عشان أوجه البدل مع اللين المهموز. مع الجمع بالوقف إن شاء الله. بالضبط كده، يبقى معنى كده لما تجمع بالوقف يا أم منة معنى كده أن جاءوك هتثلث البدل في حينه، تثلث البدل في وقتها، وبعد كده شيئا يبقى الأربعة والاثنين. الأربعة والستة. والستة. أحسنتي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وإن تعرض عنهم
عنهم فلن يضروك شيئا، معذرة، فلن يضروك شيئا. تمام. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. عيدي لي المقطع الأخير ده تاني، وما أولئك، عشان النفس اللي اتاخد. وما أولئك بالمؤمنين. أحسنت يا أم منة، بارك الله فيك. شكرا، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. معنا أخونا الطيب من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الكريم، بارك الله فيك أخي الكريم. الله يبارك فيك، يسعدك عنا كل خير إن شاء الله. خيرا جزاك أخي الكريم. نشرع في القراءة. إن أنزلنا التوراة. نعم نعم سيدي نعم. هتقرأ بالتثليث أم بالتوسط؟ توسط 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 إن شاء الله. تفضل أخي الكريم. نعم سيدي، الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم. بس عايز أقول لك على حاجة. نعم سيدي. أقف على هدى وبين إن فيها وقفا التقليل. نعم 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 سيدي، عشان نعلم الناس. أخي الكريم، ما عنديش وقفة أنا سيدي، ما عنديش وقفة. طيب. نعم. فيها هدى فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم. فلا تخشوا الناس واخشون. بس عايز أؤكد لك على شيء. نعم سيدي. خلص التاء من الخاء. فلا تخشوا الناس. نعم نعم سيدي نعم سيدي. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي قليلا. أعد تاني. ولا تشتروا بآياتي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بارك الله فيك أخي الطيب. الله يبارك فيك سيدي الكريم، جزاك الله عنك. خيرا جزاك. معنا الحاجة أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. أعزك الله يا حاجة. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يبارك في صحتك يا رب. أمين يا رب. أبدأ من أين؟ من أين؟ من عند إنا أنزلنا التوراة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها
هدى ونور فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن. أأكد على حاجة؟ اتفضل. الغنة ولن. نعم حاضر. ولنف بلنف ولذن هكذا؟ لا أحسنتي بس في فرش هنا ولذن هيسكن الذال. صح. ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص. نعم. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله يعزك ويرضى عليك. الله يبارك فيك يا ابني. الله يكرمك. أخونا محمد من القاهرة، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد. أنا أحمد. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. تفضل يا أحمد. ها هتجمع بإيه؟ جمعا بالآية إن شاء الله. مع أوجه؟ ثلاث البدر. أيوة كده يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين. إذن يا أحمد أنت قصرت البدل. نعم. ورحت على اللين المهموس بكام؟ توسط بأربعة. ووقفت على العارض بكام؟ قصر توسط وإشباع. الله يفتح عليك. هترجع تجيب إيه دلوقتي؟ التوسط بدل. توسط البدل وعليه في اللين المهموس؟ التوسط. وهقف على العارض؟ التوسط والإشباع. يلا اقرأ. فإن جاء وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب
رب المقسطين إن الله يحب المقسطين فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما الله فيك يا أحمد. أحسنت يا أحمد. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أكمل يا شيخنا؟ اتفضلي من عندي. إنا أنزلنا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون ولا النبيون؟ النبيون. يلا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا تشتروا بآيات بس خلي بالك انت هتجيبي توسط بآياتي وتنسي النبيون الذين ما فيها بدل برضو ارفع من اولها تاني من فوق قصدي حضرتك كده يعني ما هو انت مش بتجمعي بالكل بتساوي النبيون مع بآياتي يبقى اذا انت قصرت البدل يبقى هترجعي تاني توسطي البدل لان النبي الهمزه اللي في النص دي الياء اللي قبلها النبي ده مد متصل صح اون ده مد بدل 2 و4 و6 زي ما انا عملت النبيون الذين وهكذا الاشباع برضو يلا هات التوسط يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بس خلي بالك حاول رقاق الراء شوية. الكافرون فأولئك هم الكافرون. بارك الله فيك، أحسنتي، بارك الله فيك. معنا محمد، السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد بالقراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. طيب نحن تلقي اتصال آخر إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله، كيف حالك يا متولي؟ الحمد لله رب العالمين. يلا سمعون. ماشي حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. بارك الله فيك يا متولي، جزاكم الله خيرا. بس انت النهاردة قريت بقصر البدل يا متولي. نعم ايوه. بارك الله فيك يا متولي. معنا الحاجة صباح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل الخير يا شيخ محمد. الله يكرمك خيرا جزاك، ونبارك لأنفسنا برئيسنا الجديد الدكتور محمد مرسي. هذا من فضل الله تعالى علينا ونعم بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينه وأن يسدد خطاه. آمين يا رب. اللهم آمين آمين. أبدأ يا حضرتك؟ تفضل. إن شاء الله أعمل بالوقف يا تفضل. الوقف إن شاء الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. طب نأكد من عندي، ولذن بلذني والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. معنا الأخت نور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاكي. كل عام أنتم بخير. وحضرتك بخير. من أين أبدأ؟ سمعونا للكذب من مطلع الصفحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمعونا للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك
بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بارك الله فيك. أحسنت. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. بارك الله فيك. تفضلي بس أكملي من عندي. إنا أنزلنا التوراة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب انت هتقرأي بالأوجه ولا تقرأي بالتوسط فقط؟ لا بالتوسط. نعم. يحكم بها النبيون الذين انت أقرأتي النبيون لكن النبي هذا مد متصل اون مد بدل يوسط ايضا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. أعيديها مرة أخرى للتدريب عليها. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بس أظهري ترقيق الراء. الكافرون إرون. فأولئك هم الكافرون. الكافرون في التوسط والإشباع. أحسنتي. في الكافرون كعارض. يا في التوسط والإشباع. نعم. أكمل ولا؟ أكملي. وكتبنا عليهم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أعيدي مرة أخرى. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
أولئك هم الظالمون الظالمون. بارك الله فيك. سلام الله عليكم. الله يكرمك ويرضى عليك. طيب الحين تلقى اتصال آخر. بأكد على الأوجه في قوله هدى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. اللي عايزين يجمعوا بالآية، اللي عايزين يجمعوا بالآية. طب أقرأ الآية دي إزاي؟ هدى، هقرأها بالفتح. طيب هجيب التقليل، الكلام ده لو أجيب فتح وتقليل لو أنا بجمع بالوقف. ليه؟ لأن هدى 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 ونور، لأن هقف على ونور فجبت فتح وتقليل في حينه، صح ولا لأ؟ لكن أنا عايز أجمع بالآية. طب معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الرحمن. طيب أقرأ من فين؟ أبدأ من فين؟ من مطلع الصفحة. سماعون للكذب. سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أم عبد الرحمن لاحظي أن النبيون بها مد بدل أيضا، يعني أمدها 2 4 6. أنت تقرأي بتوسط البدل فقط. أقرأ التوسط بس. بس لاحظي أن النبي ده يمد إشباعا لأنه مدا متصلا. ثم بعد ذلك أون يقرأ بالتوسط. النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. أعديها مرة أخرى للتدريب عليها. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما أم عبد الرحمن أين النقل؟ والأحبار. أحسنتي. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب أم عبد ما حكم رأي الكافرون؟ تركك. أظهر الترقيق. الكافرون. فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن
أنف بلا أنف ولدن بلدن هذا فرش يقرأ ورش بسكون الذال ولذن بلذني ولذن بلذني لا 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 تحرك الذال ولذن بلذني والسن بالسن والجروح قصار أعديها مرة أخرى ولذن بلذني والسن بالسن والجروح قصار فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إخواننا بيقولوا ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم، بإذن رب تبارك وتعالى في الحلقة القادمة يعني هجيب فوائد كده جدول إن شاء الله نسير عليه في الخطمة بتاعتنا بورش. إيه اللي يترتب على قصر البدل؟ ده هيبقى حاجة جديدة يعني نجيبها في برنامج رواية ورش إن شاء الله. إيه اللي يترتب على قصر البدل من أحكام؟ وما يترتب على توسط البدل من أحكام؟ وما يترتب على إشباع البدل من أحكام؟ هيكون دليل لأن نفسه يختم ختمة في رمضان بالقصر أو ختمة بالتوسط أو ختمة بالإيه؟ بالإشباع. خلي بالكم يعني الحاضر اللي بيسمعني دلوقتي يعلن الغائب عشان يدون الجدول ده، لأن الجدول ده في منتهى الأهمية. هتكلم فيه عن كل الفنيات الخاصة برواية ورش إن شاء رب تبارك وتعالى. تظهرون الحلقة القادمة بإذن الله مع أوجه القصر والتوسط وإشباع البدل وما يترتب عليه من الختام، إنه ولي ذلك ومولاه. يعني جزاكم الله خيرا، وفي انتظار إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع، يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع، آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع، لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع، طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع.